الغرامه التعويل القرامه. ليش الفرق دكتور؟ لان في فقره تقول اذا كان القرار من الدوله لظروف الدوله نفسها ما 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 تحسب عليك القرار. هاي معلومه جديده دكتور. لا هذه موجوده. وفي نفس الوقت حتى نضع الامور في نصابه، كان الاتفاق القرامه على الجهتين يعني الدار علينا اثنين. وكان قبل 1/12 اذا ما تخوني الذاكره، انه لو وقع قبل وقت هذا ما في اشكاليه. وكان الجماعه اللي بالنفط قالوا اللي بعرف بعد انه غير هذه القرامه غير ملزمه فانا اعتقد انه لو لقى القرار قرار مجلس الوزراء، اعتقد انه كان عندنا امكانيه انه في خلال فتره التحكيم هذه احنا نكسب على الاقل، ما لم نخسر القضيه. طيب لماذا لم يبلغ مجلس الوزراء اذا كان يعني اذا كان القرار قرار مجلس الوزراء لا تصبح هناك قرامه، لماذا لم تبلغون مثلا سمو رئيس الوزراء بهذا الجانب؟ والله بدينا بالاعضاء بدا انه اول شيء يجب ان نمشي فيها، لان اعتقد انها هي من صالح الصفقه هذه من صالح الكويت. نعم. لكن مع الاسف في اصوات اخرى قاعد تنادي انها ليست من صالح الكويت. طيب. عارف شلون؟ اقتنعوا فيها القالبيه واللي اعترضوا، في ناس اعترضوا وبوقتها لما اعترضنا قام هناك كثير من الناس ضدنا وشافونا احنا يعني ما كلامنا مصايح، لكن بعد فتره معينه لله الحمد ثبت ان احنا على الصح. نعم. واللي نادوا فيها وقتها ما كانوا ينظرون للامر نفسه هذا، وليست شيء ما تعلمه لكن هذه حقائق. نعم. تاريخيه وضعت. نعم. فالقرار اعتقد كانوا ما يبون المجلس الوزراء يتحمله بقدر ما يرجع المجلس يبون مشارك مجلس العالي للبترول. انا اعتقد هذا خطا اصلا، القرار لازم يكون قرار مجلس الوزراء مو قرار مجلس، ما دام قرار انه يتم في ما يصير يرد ثلاث ايام ترد في قرارك، لازم يكون شيء جديد. نعم. واعتقد لو ان تمت الصفقه هذه فيها تنويع مصادر الدخل. نعم. لو ارتفع البترول احنا مرتاحين، لكن لو انخفض البترول عندنا البتركم البتروكيماويات. نعم. راح ترتفع انخفض سعر النفط وراح يصير عندنا بديل. نعم. لكن هذه امور قرارات اتخذت. عارشون لكل قرار له طبعا. نعم. تكلفته. طيب راح نكمل هذا الحوار دكتور، لكن ناخذ فاصل بعد نواصل معك. مشاهدي الكرام فاصل قصير. مشاهدينا الكرام رجعنا إليكم من جديد، حياك الله دكتور. دكتور قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع الداو والقرار يعني المهم جدا اللي اتخذ واللي تسبب في غرامة كبيرة حينما اتخذ مجلس الوزراء بطبعا بمشاركة المجلس الأعلى للبترول بإلغاء يعني الاتفاق اللي تم مع شركة الداو كيميكال. أنا لازلت أؤكد على الموضوع وأسع على الموضوع، لماذا مجلس الوزراء ما في مستشارين يبلغون مجلس الوزراء بأن إلغاء هذه الصفقة سيتسبب في غرامة مالية، لأن هناك في ضمن العقود واللي وقعته يعني مع شركة الداو موجود هذا البند، لماذا اتخذ هذا القرار دون الاهتمام بيعني الشرط الجزائي الموجود في العقد؟ لا شوف، الشرط الجزائي كان موجود لكن في رأيين، كان يقول واحد يقول غير ملزم لو وقعت في فترة في وقت معين، والثاني خلينا نقول الأسباب من الأسباب اللي أصلا حطوها هو تردد الكويت كدولة أنا سمع أنها متسعد تسوي اتفاقية وفترة معينة تتراجعنا، ماخذين سمع منها اللي ماخذ دول الشركات العالمية ماخذ سمع من الكويت بهذه الطريقة، أن الكويت أنها مو متسعد تتفق معاك وبعد فترة ترد في كلامها. فلي أصلا حتى مصالح الكويت أنها لو داو نفسها تراجعت راح. نعم. تدفع نفس الامر. نعم. هو على الجهتين. لكن السؤال اسأله، ليش تراجعت الكويت؟ شنو الاسباب اللي تخلي اقنعت الاعضاء الباقين؟ نعم. انهم موافقون على التراجع.
اعضاء طبعا المجلس سؤال البترول مجلس يعني هناك اعضاء تراجع في المجلس تراجع في بعض الاعضاء وافقوا على ان تلقى الصفقه. فهذا السبب انا اعتقد انه هو اللي وضعنا في موقف حرج. لو استمرينا على الصفقه ما وصلنا طيب بعض اعضاء مجلس ذكر دكتور بان يعني مصانع الداو كلها متهالكه وقديمه وهذه صفقه خاسر من البدايه. والله كل واحد يقول بس هاتوا برهانكم كنتوا صادقين. هذا لا كله. الشغله الثانيه انت تشارك مع داو كيميكال مو اي جهه. بعدين احنا داخلين على تنويع مصادر الدخل. فانا مع الاسف الشديد بالكويت كل واحد يتكلم على كيفه. وكل واحد يقدر يقول. لكن اللي يتكلم يجب يجيب شنو؟ شواهده وحقائق ومعلومات. واحنا مع الاسف الشديد يعني من نسمع صرخه نخاف. وهذا مو صحيح. يعني انت اذا واثق في عندك معلوماتك اتخذ قرارك، لا قرارك. انا ما اقول اتخذه بسرعه، اقول ادرس القرار. تاكد منه وبعدين توكل على الله. مو معناه انت اذا قرارك خطا امش فيه، لا اسمع. لكن اسمع من مستشارينك الفنيين، واسمع من نفسك وتوكل على الله اتخذ قرار. ما تراجع عن قرارك اذا كان صحيح. وهذا تفترض انه صحيح، انت ما راح تقرر اذا تاكدت انه ما بين على الاقل 75% ان قرارك ماشي فيه بالصح، في خطوره في قرارات تتخذه. يعني هذا شيء مؤكد، لكن مع الاسف احنا اغلبنا لا نريد اتخاذ قرار، واذا بغينا نتقرر نبي القرار يعني ما فيه مخاطره ما فيه مرأة. اذا ما انت بتاخذ قرار، قرارك لازم فيه ريسك معين. نعم صحيح. طيب انت دكتور يعني رفضت القاء هذه الصفقه وثبت هذا الامر. مثبت هذا. نعم. ما ثبت في محاضر اجتماع مجلس نعم. البترول انا وغيري من الاخوان. نعم. طيب الان شنو المخرج اللي امام الحكومه يعني بعد هذه الغرامه اللي وقعت على دوله الكويت والان اللي تحملها الشعب الكويتي؟ والله انا شخصيا رايي الشخصي ما اعتقد ان راح يقدر يسوي شيء. ما يقدر يسوي شيء. انا في اعتقادي موجود الا في طريقه واحده. الطريقه الوديه مع داو. الوديه. اما قانونيا وامور هذه معينه اذا الحين حاليا 2.16 اعتقد راح يوصل 2.4 عارف شلون بليون. لكن اذا قدروا بالمحادثات الوديه ما بينهم وبين داو بطريقه او باخرى ممكن بطريقه او باخرى يعني ممكن الامريكان يتنازلون عن مليارين لا يمكن يعني مبلغ تسيل له اللعاب ما راح يتنازلون لكن يصير نوع على الاقل على ما قلنا بالكويتي والبدوي يقول راح نصيفه سالم ندخل في مشاركه ندخل في امور معينه. صحيح ان هذه اتجهنا الى التحكيم عارف شلون لما حكمنا المفروض ان عددتنا بالجوانب القانونيه والفنيه بشكل اكثر مما قاموا فيه الجماعه عندنا سواء الدوله يعني اعتقد انه ما يعني اجتهدوا ولكن لم يجتهدوا بالمفروض. طيب بعض القانونيين ذكروا بان المليارين او هذه قضيه التحكيم غير ملزمه اساسا. لا مو صحيح؟ لا مو صحيح. التحكيم ارتضيت انت الجهتين أنا لاني قانون لكن اللي عارف إنه ملزم من وافق الجهتين على الأمور هذه ما بأخذ في أمور هو يقال ليش دولة الكويت وافقت من البداية على التحكيم؟ والله هم أنا رأيي الشخصي يعني ما في مجال ثانيات يعني لازم يكون في تحكيم الناس خسرانين وأنت موقع عقد يعني مثلا مو سات عم أقول إحنا بالكويت يلا بطلع عصيلك بالعقد باللهجه بسيطه هذه لا مو كيفك هاي الدول مواثيق وناس قاعد تحط معدات واجهزه وخبراء ودراسات مو يعني راي شخص واحد هذه ما حد كان يعني مبالغ فيها 7 مليار يعني ونص مو سهله مو سهله شنو مساله قرار واحد يتخذه شخص معين والله ما عجبنا لا هذه فيها دراسات وبحوث وتكلفه. طيب ننتقل الى موضوع اخر اعتقد ان موضوع الداو للاسف يعني هو موضوع الان من ضمن مواضيع كثيره جدا شاغله الراي العام الكويتي. نتكلم دكتور عن فتره التوزير بدايات يعني الاتصال بك شلون كانت وندخل ابرز المحطات في يعني حينما دخلت الحكومه. والله شوف هذا اللي كان في شهر 7/1999 اتصل فيني الله يذكره بالخير مدير مكتب الشيخ سعد الله يرحمه وقام بروح الجنه. فقال لي صاحب السمو الشيخ سعد يبي يقابلك. فانا رحت هناك وانا اقول لك بكل صراحه بوقتها كنت متردد هل اقبل عارف انه راح يعرض على الوزاره. نعم. وكنت متردد هل اقبل او ما اقبل. وكنت باتجاهي بكل صراحه رحت
من ديوان الخدمة المدنية إلى قصر بيان. ولما وصلت هناك قالوا لا المقابلة مو بقصر بيان، في قصر الشعب. فالفترة اللي رحت فيها من ديوان لقصر بيان كنت أفكر هل قبل وما قبل، وليش إذا ما قبل وشنو شنو التبريراتي ما قبل. ليش كنت متخوف دكتور؟ أنا بصراحة أول شيء ما كنت أبي أفقد وظيفتي كوكيل مساعد تطوير إداري وقتها. كنت أبي هالوظيفة مرتاح منها في مجال تخصصي والمراد. والوزير ما يطول عادة. ولا مو الوزارة، الوزارة أنا ما كنت أطمح في أن أكون وزير، لكن في نفس الوقت وأنا راح هناك قاعد أقول إذا ما قبلت عرشون، إذا فرض ما قبلت في حادثة حصلت قبل المرة إن أنا من قبيلة العوازم ولم الوزير اللي كلمه ما وافق فلم يحصل وزير العوازم في حينها. فكان وقتها أنا باتجاهي هناك أفكر، فكنت خايف إني لما أرفض إنه لا يمثلون قبيلتي العوازم في هالمجلس الوزارة، وبنفس الوقت إذا رفضت أخشى من حتى من الشخص سعد الرجل طالبني أساعده. نعم. فإذا رفضت يزعل عليك راح يأخذ بخاطره، وهذا الرجل اسمه الشخص سعد يعني كان يتوسم فيني كل خير. وبنفس الوقت لو رفضت يعني أخشى حتى أقول لك على مبدأ شخصي على ممكن حتى وظيفتي كوكيل مساعد ممكن راح يجددوا لي مرة ثانية بالفترات الأخرى. فعقدت وأنا متجه حق قصر الشعب قررت أني أوافق وقلت حق نفسي أنا وكيل مساعد شو بكون أكثر يعني ترقى راح أكون وكيل بعد ذلك وزير. فوكلت على الله قلت راح إن شاء الله أوافق. وقلت بوقتها الشيخ سعد أنا في مجالين، في مجال تخصصي أنا اشتغلت في وزارة المواصلات واشتغلت في دوام الخدمة المدنية، في هذه الجهتين اللي أنا أفضل أني أكون يمكن أخدم فيهم. مع أني كنت أفضل بيني وبين نفسي أني أبقى وكيل مساعد للتطوير الإداري لأن مجال تخصصي والمجال اللي أرتاح فيه ممكن أعطي فيه أكثر وأكثر. نعم. طيب بعدين دخلت الحكومة. بعد ذلك دخلت الوزارة طبعا. من بدايتها تقريبا من شهر 8 دنها شهر 7 شهر 8 كان عندنا مشكلة الألفية. فأذكر في اجتماع ب 24/8 إذا ما تخوني الذاكرة سألنا الشيخ سعد الله يرحمه شنو سويتوا بصفتك وزير التخطيط عن المشكلة الألفية. فأنا كان التقرير اللي عندي مع الأسف الشديد المنظومة الأمنية غير آمنة، وزارة الصحة لم يصل التقرير، أمور كثيرة كانت التقارير محدودة. فقلت له بكل صراحة العبارة قلت له طول العمر المنظومة الأمنية غير آمنة لم يصلنا التقرير من وزارة الصحة، مع وزارة الصحة وزارة التخطيط شارع بينهم. فأخذ الله يرحمه عصب قال شلون وين الوكلاء الموجودين. فأنا قلت له طول عمرتك توجه السؤال هذا حق الوزراء الموجودين. طبعا بعض الوزراء أخذ بخاطره مني، زالونا أخذ بخاطره مني قلت له هذه الحقيقة يجب أن يدري عنها. والله الحمد اشتغلنا من شهر 8 لما شهر 12 حل المشكلة الألفية والحمد لله لم تواجهنا في المراد. شلون كنت تشوف سمو الشيخ سعد عبد الله رحمة الله عليك يعني رئيس وزراء وقيادي؟ والله هو صاحب قرار. نعم. ومحب للكويت بما تعني الكلمة يعني، وكان يعني يحسب حسابه عندما يتكلم، له كاريزما معينة. نعم. هل النواب كانوا يقدرون يضغطون على سمو الشيخ سعد عبد الله رحمة الله عليه؟ والله أنا ما أقدر أقول هل يضغطون. أنت يعني عصرت مجلس الأمة والحكومة يعني. لكن له الوقتها أنا أقول بكل صراحة كان في هيبة للمنصب نفسه. وكان الوزراء الموجودين بكل صراحة وقتها الوزارة شكلت كان من خيرة ولا يعني لا أقل من الوزارة اللي جوا بعدنا، لكن من خيرة الوزراء اللي كانوا موجودين يعني. وكانوا يعملون بجد واجتهاد يعني. بعض يعني الكتاب ويمكن السياسيين في هذه الفترة يعني ذكر بأن سمو الشيخ سعد رحمة الله عليه كان مركزي يعني في اتخاذ القرار، ويمكن كما يقال لا يأخذ حتى آراء الوزراء. هل هذا الأمر صحيح كشاهد يعني أنت على حقبة معينة كنت فيها وزير؟ لا مو صحيح. الشيخ سعد كان يسمع وبالأخير اتخذ قرار. يسمع التصويت يتم بالأغلبية أم لا؟ هذا ما فيه عمل تصويت، لكن إذا عادة يسمع آراء، إذا حد عنده معارض يقول، بعدين يقول كذا وجهة نظر، حد عنده عارض هذه الأمور اللي تحصل. ما في عنده آلية مجلس الوزراء، ما في واحد اثنين ثلاثة نصوت ولا ما نصوت. إذا عنده أحد، إذا في ناس
يخلفوني بدي يرفع ايده ويقول لك انا مغير المعارضة على الامر هذا كله. لكن المشكلة ان عندما تكون اللي انا ضايق منه كثير ان عندما بعض الناس وكثير مو بس مجلس وزراء اجتماعات اخرى